جواز اسمه ونصيب. موجة خطبت المعاطي. انت بتقول ايه؟ ازاي يعني؟ ده انت بتدي كلمة. هي فين؟ انا عايز اكلمها. هلا شامبو، سيبك مناني، موجة هتتجوز معاطي؟ ازاي يعني؟ ازاي يا شامبو؟ هي موافقة؟ عربي رايح فين؟ مش عارف، روح انتي، أني همشي لوحدي. سبتني وما دريت لحالي، بسألك مجروح سؤالي، نفسي الاقي ردود. مستحيل انا كنت افكر ان قلبك بيا يغدر، وانك انت كلمة تقدر تمحي كل وعود. ودا محتمل جايز وممكن ان يوم الجرح يسكن، بس ارجع لا يمكن تبقى بينا حياة. كل حاجة حلمنا بيها فجأة ضاعت مش لاقيها، كدة عشت انا عمري بيها مش مصدق. لا وداع بقى جاي تقول لي وداع، يا حب خني وباع، يا عمر عشته خداع. وداع كل اللي بينا وداع. اسمعوا الموضوع، اسمها موجة. ليه ما قلت ليش واحدة في مصر انت بتحبها؟ ما جاتش مناسبة. ده موضوع خلاص انتهى. احنا دلوقتي في اليونان، في جولية. الشغل بقى يا معاد، مش كل شويه تحط مني عيالي على نسوان اليونان. دي مش نسوان، دي جلاتي.
فراوله على حليب كلاماتا. هي دي من اليونان برضه. خلينا في الشغل بقى يا معاصي. الاولى الست اللي كلمتنا عليها دي انت مال ايدك منها؟ دي ست هاي قوي وعايشه هي وجوزها هنا من سنين. لما جوزها مات قالت تصفي البضاعه وتبيعها وتنزل مصر. والبضاعه في المخازن. بس بضاعه كده انا اول ما شفتها قلت دي بتاعت معاصي. والبضاعة دي نقدر نشوفها امتى؟ وقت ما تحس. المهم بعد كام؟ 100,000 يورو. يوه لا يورو. البضاعة تتسال بملايين. ما انت عارف الظروف يا نار. ده انا صفيت البضاعة اللي في المحل واتدهنت اهو. نديها دول ونقسط الباقي والبركة في ربنا وفيك. حط النقط على الحروف قبل ما نطلع سوا عالروف. تعجبني انزحتك خليك على راحتك. يا اهلا يا اهلا. ما شاء الله ما شاء الله. عماله تحلو وتطول يا هانم. طول عمرك بكاش مش هتتغير ابدا. يا ربي العيون دي ايه ده مين ده؟ ده معاطي تاجر قماش كبير قوي من بورسعيد. من بورسعيد ولا بورس امير؟ عسل يا هانم عسل. لا انا بنت النكته. واضح يا ست الستات. اتفضلوا اتفضلوا. هي زيت فضلك. وانت بتشتغل في القماش من امتى يا فلاتي؟ فلاتي محسوبك معاطي تاجر قماش افضل عن جد. طول عمري عايش مع القماش. قطيعه تقطع القماش واللي بيشتغلوا فيه. ليه بس يا هانم؟ جوزي الله يحرقه وكرهني في اللي بيشتغلوا في القماش. تصور تصور يا بلاطي. معاطي معاطي تصور يا معاطي كان يسيبني انام على السرير وهو يطلع ينام على الرف. الرف؟ كان عامل الرفين في اوضه النوم، واحد شتوي والتاني صيفي. ولا بالليل قبل ما ينام كان لازم يحط في بقه نفتالين. نفتالين؟ عشان ما يعتش. لا معاطي حاجة تانية خالص. ثواني. انت بتعملي ايه يا ست الناس؟ انا كده احب ابخ كل شوية عشان العنكبوت ما يمسكش في الشراشيب. عنكبوت؟ لا النظافة حلوة. طمني يا معاطي. عيون معاطي. انت بتنام على ايه؟ على السرير. وبتحط في بقك نفتالين؟ لا طبعا. ولا في حته تانية؟ بنت نكته بتضحكي قوي. انت متجوز؟ لا. ولا خاطب يا معاصي؟ لا معاصي لا متجوز ولا خاطب. ولا بتفكر؟ الحقيقة ما كنتش بفكر إنما ابتديت أفكر. قولي أنت شفت البضاعة؟ شفت البضاعة مية مية. بصيت عليها كويس ولا هترجع تقول ضحكوا عليا؟ لا الحقيقة البضاعة حلوة بس كبيرة شوية. هي اللي كبيرة ولا أنت اللي مش قدها؟ لا معاطي بس عايز شوية تسهيلات. أكتر من كده تسهيلات؟ ده انا مسهلها له قوي بس هو اللي مش حاسس. دي بضاعه سبيشال هاند ميد. لا حاسس والله العظيم حاسس بس اصل التوتو. ايه التوتو ده؟ ايه الالفاظ دي؟ الفلوس بتاعتي يا ست متنطوره في السوق. انا معايا 100,000 يورو. يوه لا يورو. والباقي حمض بيه شيكات وانا اضمن معاه. لا يا جماعه لا مش علشان عيني حلوة أسلم كده على طول. لا 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 سيبوني أفكر. فكري براحتك يا هانم بس وحياة ولادك بتكسفينا. ولادي؟ إيه ولادي دي؟ بقولك كان بينام على الرف تقولي ولادي؟ خص عليكوا على شكلك. بس قلبت عليا المواجع. تصور 17 سنة جواز وأنا لسه بنت بنوت. بنت بنات كل الحاجات الكتيرة دي وبنت بنات. توب قماش ما تدبش في مقص. ليه المرحوم كان أعمى؟ لا ما كانش لاقي المقص. طب
قربني ومش هتندمي. عندك مقص؟ ها؟ فين العربون؟ ليه ما عملناش القرية دي في يونان؟ اليونان مش ناقصة، بورسعيد هي اللي محتاجة، وخصوصا بعد ما لغوا المنطقة الحرة. الناس هنا قاست وضحت كتير، البلد دلوقتي مليانة بطالة. أنا كان لازم أعمل حاجة لبلدي. أبو العربي وصل؟ وصل هو ومدامته جوليا هانم. هو اتجوز؟ بقول ايه يا مهجتي؟ طب اقول لها ايه وهي سرحانه كده؟ ما تفكي فريد التكشيره دي، ده احنا دخلتنا الخميس اللي جاي. ولا ايه يا حاج؟ ولا اقدم الشيكات للنيابه وبدل ما اخش اني تخش انت؟ لا يا ابني، نيابه ايه يا معاطي بيه؟ انت دخلتك مش الخميس الجاي، انت دخلتك الخميس اللي فات. عمري حضرتك معاطي مضي ابويا على شيكات بضاعه، والبضاعه دي اتسرقت. ما كانش قدامي غير حل من الاثنين، يا تقندل اتجوز معاطي يا ابويا يتحبس. يعني لو الشيكات اتدفعت الخطوبه تنتهي؟ واخلص منه بقى واشوف حالي. هو في حد تاني غير معاطي؟ طبعا في. يعني من عناية يا مهجة، موضوع معاطي هيخلص ودلوقتي. يا عبدو اطلع على الواد معاطي، تجيبه من قفاه وتوديه محل الحاج زغلول، ويجيب معاه شيكات الحاج. يلا بسرعة. سلام. مين ده؟ ابو العربي، انا مش مصدق نفسي. بالحضن بالحضن. ازيك؟ الحمد لله على السلامة. ازيك يا سامبو؟ ايه النظافة دي؟ بدلة وموبايل وعربية ومندي مندي مندي ومهجة. ايه ده، انت عايش ولا على بالك؟ في ايه يا جدع؟ ما تبطل الحد ده. شوف سبحان الله، قابلك والكاميرا معايا، اعمل معروف صورة تفشخر بيها قدام الناس. مش وقته يا سامبو. استنى، محدش هيصدق اني شفتك. دي صورة واحدة بس. يلا صور. مين اللي صورك؟ ايوه برده، هي في شكلك. لا 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 لا، انت بتترسم عليا يا معفن. امشي هلا. لا لا لا. امشي. كله هيتحل ان شاء الله. صحيح، نسيت ابارك لك على موضوع الست جوليا. مبروك. انت سمعتي عن جوليا؟ انت متابعه بقى؟ طبعا، مش كنا اصحاب؟ Thank you.
هلو ايفري بودينج. اهلا باشا. اطلع بره انت وهم، مالكمش لازمه. اهلا ازيك يا حاج شغلول؟ ايه النيو لوك ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. لسه شغال في المضروب. طول عمرك ابن نكته. تحت امرك يا باشا. سيبوه. جبت شيكات الحاج زغلول يا معاطي؟ اه جبتها، بس خلي بالك دي فلوس ناس. اديها له. ماشي. خد يا حاج. قطعها. يقطعها؟ بقول لك دي فلوس ناس. قطعها. قطعها ازاي يا باشا؟ هيلزقها وياخدها تاني. ده انا هبلعها بلع. الشيكات راحت والصرف الصحي واني بيت اتخرب. ده معاطي. وده ايه ده؟ الشيك بتاعك. الشيك اللي مضيتهولك في السجن. اما نور خد منك ايه؟ نور مين؟ انا ما قابلتش حد بالاسم ده. ها؟